أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الجدول الزمني لتقديم الدروس النموذجية الموجهة لتلاميذ سنوات الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وذلك من خلال برنامج مفاتيح النجاح الذي سيبث عبر قنوات التلفزيون العمومي بداية من يوم غد. وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة، فإن هذا البرنامج يبث على القناتين الأرضية والسادسة، ويعاد بثه على القناة الأمازيغية. كما أعلنت الوزارة الشروع في تفعيل جهاز الدعم المدرسي عبر الأنترنت بدءا من يوم غد الأحد لفائدة تلاميذ سنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي من خلال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.